طبعا سلمى، اولى فقراتنا رح نحكي عن موضوع كثير مهم، لانه ايام قليله بتفصلنا عن العام الدراسي الجديد، وبتكثر تساؤلات الاهل حول كثير من التفاصيل سلمى، سواء من اللباس المدرسي، المنهج، كيفيه الدوام، دمج الطلاب، ايضا كثير من الاسئله والاستفسارات وردت على صفحتنا على الفيسبوك، رح نحكي عنها بالتفصيل مع الاستاذ سليمان يونس مدير تربيه دمشق. صباح الخير استاذ، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا، يسعد صباحك. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. يعني اليوم في عنا كتير أسئلة، ويمكن تحت الهواء كنا بلشنا عم ندردش ونحكي. خلينا نبلش مع حضرتك من تحضيرات العام الجديد مثل ما بنقول، وخصوصا في عنا السنة يمكن في مادة جديدة رح تنضاف اللي هي مادة التربية المهنية. نعرف الناس أكثر تفاصيل تحضيرات وزارة التربية. هلا نحن أول شيء كل عام أنتم بخير مع انتهاء الامتحانات الدورة الثانية. هلا طبعا مديرية التربية بتبدأ تنتقل من حالة إلى حالة أخرى، من حالة الامتحانات إلى حالة التحضير لل 2022-2023 العام الدراسي. طبعا هي التحضيرات بتكون هي إعادة هيكلة المدارس كلها وتحويلها من مراكز امتحانية إلى صفوف وقاعات صفية، من خلال تأمين المقاعد الدراسية، تأمين الكادر التدريسي، الكادر الإداري. طبعا هذا بيتم عن طريق كلها ورشات عمل تقوم فيها مديرية التربية عن طريق دائرة اللوازم، دائرة التعليم الأساسي، التعليم الثانوي، دائرة المناهج والتوجيه، كلها تكون هلا كخلية عمل متكاملة للوصول إلى بداية العام الدراسي. طبعا هلا احنا بدينا بانتهاء من تنقلات زملائنا المعلمين والمدرسين ضمن مدينة دمشق للوصول إلى حالة التشكيلات النهائية بداية العام الدراسي. نعم، كثير من الأسئلة وردتنا عن تعويض الفاقد العلمي بالنسبة للفئة، خلينا نحكي عن هذا الموضوع، كيف بيتم التعامل معه مع بداية العام الجديد؟ طبعا وزارة التربية كثير حريصة أنه ما يكون في أي طالب خارج الصف أو خارج القاعة الصفية، لذلك دائما نحن في عنا الفئة ب بمدارس دمشق وكل المحافظات. نحن بدمشق عنا 60 مركز الفاقد التعليمي الفئة ب، طبعا بتستقبل الطلاب مع بداية العام الدراسي. كان هذا العام كان في تسهيلات كثير لطلابنا وابنائنا واعطت اثر ايجابي، انه احنا كل سنتين بسنه للوصول انه يكون الطالب مع اقرانه بشهاده التعليم الاساسي. كانت توجيهات السيد الوزير حتى الطلاب اللي بيجيبوا علامات جيده من الفئه ب بامكان يدخل التعليم العام بغض النظر عن المواليد. نعم، يعني استاذ دائما بنسمع ببدايه العام الدراسي او وقت الامتحانات تعرف تكثر الإشاعات والأخبار والتنبؤات. من التنبؤات اللي طلعت أنه بدهم يغيروا مدة العام الدراسي، أو بدهم يزيدوا العطل، أو بدهم يسبقوا المدرسة هاي السنة، فخلينا نحكي هل في فعلا شيء من هذا الحكي؟ هلأ دائما هو الطالب يعني بيتمنى أنه تتأجل المدرسة، فهاي التمني بينعكس على شكل والأهل بيتمنوا تذكر المدرسة بالضبط، فبينعكس على شكل شائعات ما بين صحيح. تمني الطالب وتمني الأهل. لا، التقويم المدرسي وضعته وزارة التربية بيبدأ بأربعة أيلول ويستمر حتى نهاية العام الدراسي للوصول إلى امتحانات شهادة ثانوية. والعطلة في تغيير شيء بالعطلة؟ لا، العطلة هي نفسها ما بتتغير، ما في تغيير بخصوص مادة التربية المهنية. خلينا نوضح أكثر شو هي التربية المهنية، من أي صف بيبدأ تعليم هي المادة الجديدة؟ هلا نحن في عنا رأي عام أنه أغلب الناس تجهل التعليم المهني وما بيعرف شو يعني التعليم المهني، لذلك بعد فترة كبيرة من الزمن صار في فكرة خاطئة عند الأهالي أنه التعليم المهني هو للطالب الكسول، بينما التعليم العام هو الطالب المجتهد، وهي النظرة كانت كثير مجحفة حق التعليم المهني، اللي هو بعتقد انه يمكن إعادة الإعمار بالنسبة لسوريا رح يبنى على أيدي طلاب التعليم المهني. فكانت فكرة وزارة التربية، وهي فكرة كانت كثير جيدة، هي انه توضيح للطالب حتى تكون هي جزء من وجدانه الفكري انه شو معنى كلمة التعليم المهني. فكانت إدخال مادة التعليم المهني للصف الرابع والخامس والسادس، طبعا هذا العام رح يكون حالة تجريبية لنشوف نحن انه طالبنا كيف تقبله لفكره التعليم المهني، انعكاساتها على الاهل، حتى تصير هي جزء من طريقه تفكيره، انه قد يكون الطالب مجتهد ولكن ميوله مهنيه، يعني مو شرط كل ابنائنا يكونوا اطباء ومهندسين، طبعا لا، لازم يكونوا كمان فنيين ومهنيين.
طيب استاذ خلينا نحكي كمان عن فكره دمج الطلاب بالمدرسه، يعني دائما بنعرف مساله الدمج بيصير فيها كثير من الاحاديث انه طيب اي سن بينسمح للطلاب يندمجوا؟ هل في مدارس معينه فيهم؟ خلينا نشرح اكثر للناس اللي عم تتابع. هلا هي المدارس الدامجه عندنا يعني نحن بالنسبه لدمشق عندنا 13 مدرسه دامجه. طبعا الطالب احيانا ذوي الاعاقه لابد انه يكون مع اقرانه. صحيح. نحن احيانا نصنع حالة انعزال أو حالة عدوانية عند الطالب لما نحن نبعده عن أقرانه، من ميزه. فلذلك الطالب أحيانا المجتهد جدا تمييزه أمر خاطئ، والطالب الكسول تمييزه أمر خاطئ. كذلك الطالب اللي بيحمل بعض الإعاقات، هلا نحن كل واحد بيناتنا قد يكون يحمل إعاقة، فلذلك نحن ندمج الطالب مع زملائه قد يكون يعني اكثر نجاحا، اكثر تلاؤما، اكثر تكيفا مع المجتمع بالمستقبل. طبعا دائما المدارس الدامجه بتكون هي مدارس مخصصه من خلال تجهيزاتها بالحمامات، بالرمبات، بزملائنا مدرسين غرف المصادر، فبتكون هي حتى مهيئه بشكل لوجستي. نعم، اذا بدنا نحكي عن الناحيه الاقتصاديه اليوم، وزاره التربيه كيف نظرت الناحيه الاقتصاديه بالنسبه للاهالي سواء من اسعار الكتب اليوم او لباس المدرسه اللي كان في تساهل باللباس المدرسي ورحله تامينه بالنسبه للاهل، لانه اليوم هي عبء حقيقي بالنسبه للاهل خاصه اللي عندهم يمكن اكثر من طفل ولد او ولدين. هلا وزاره التربيه من مع بدايه الحرب على سوريا كانت حريصه جدا الا يكون هناك اي عبء على ولي أمن الطالب، وأن يكون الطالب يشعر بأنه مرتاح ضمن القاعة الصفية، ونبعده عن كل ما يدور حوله من حروب، من مشاكل، من خلال مجموعة إجراءات. هلا نحن بنعرف عايشين نحن أزمة اقتصادية وكلياتنا لامسين على أرض الواقع، أزمة الورق، أزمة الكتب، أزمة اللباس، مستوى الوضع المادي للأهل. طبعا توجيهات وزارة التربية هو التساهل باللباس المدرسي، بس نعم. كمان احنا عبر قناتكم بتمنى انا ان يكون هناك تمييز ما بين التساهل باللباس وعدم احترام المدرسه من خلال اللباس. دائما الحرم المدرسي هو مكان مقدس، يجب ان يكون اللباس يليق بالمدرسه. طبعا احنا ما بنحاسب الطالب على نوع اللباس او ان يكون مدرسي او لا، في نوع من التساهل يعني كرمال ان يكون الطالب موجود بالقاعه الامتحانيه، بس الا يكون هناك يعني لباس يسيء لقدسيه ومكانه المدرسه. اكيد. واسعار الكتب استاذ كيف؟ طبعا الكتب هلا نحن من الصف الاول للصف التاسع مجانا. نعم. من عاشر للثالث الثانوي، طبعا اذا نحن بنشوف قديش بكلف الكتاب. طبعا انا بتمنى انه يحكي عني مدير عام للكتب المدرسيه اللي هو ادرى ب اسعار الكتب، اسعار الاحبار والورق. احيانا احنا بنشوف انه سعر الكتاب بالنسبه للطلاب يعني يساوي تقريبا 1/10 من التكلفه. فلذلك هلا احيانا احنا بعتقد يعني انا ما حجاوب عن زملائي، ولكن ما كثير حدا مبسوط انه يكون اسعار غاليه، ولكن احنا وصلت لمرحله ان الكتاب اصبح شبه مجاني مع تكلفه طباعته. اكيد صحيح، ويمكن هذا الشيء بيلمسوه بالفرق بين غير مدارس الحكوميه والمدارس الخاصه اللي بيدفعوا اساسا فيها هن تكاليف بعض الكتب اللي موجوده. خلينا نحكي، مع انه حكينا عن التكلفه، يعني الشغل الشاغل هلا للعالم اللي هو وين بدي احط اولادي، في اختلاف بالاسعار، في كثير تفاصيل يمكن عم تخطر هلا ببال الاهل. خلينا نحكي اليوم كوزارة التربية لما عم نقول لسه ما زال التعليم مجاني، قديش تقريبا؟ ويمكن هاد كنا عم نحكي تحت الهواء تكلفة الطالب على وزارة التربية ومقارنة بين غير التكلفة. يعني احنا إذا شفنا مثلا الطالب بالتعليم العام سواء كان مهني ولا عام ولا بالتعليم الأساسي، هلا احنا بنشوف إنه هناك نوع من بون شاسع ما بين ما يدفعه الطالب بتعاون ونشاط احيانا لا تتجاوز ال 200 ليره، تمام؟ فاحيانا قد يعتقد الاهل انه هذه هي التكلفه الحقيقيه للطالب، لا، الطالب احنا مكلفنا بالنسبه خلال الشهر يتجاوز ال 300 ألف شهريا الطالب من خلال
تكاليف الدراسة، المقاعد، الكتب، أجور المدرسين، مصروف الكهرباء وما يعني كل ما شابه ذلك. ولكن سياسة الدولة مشكورة أن يبقى التعليم إلزامي ومجاني والمدارس تكون مفتوحة، فنحن فرحتنا بتكون لما يكون طالبنا عم يتفوق وعم يمثلنا جميع المحافل الدولية، فهذا العبء عم تحمله الدولة. بمقارنة مع المدارس الخاصة طبعا نحن نشوف احنا فرق كبير. علما اذا حاولنا نحن نعمل هيك دراسة او جردة بنلاقي نحن اغلب طلابنا المتفوقين والمتميزين هم المدارس العامة وليس المدارس خاصة، وهذا بيعطينا مؤشر ان مدرسينا ضمن الصف مشكورين. نعم. عم يتعبوا ويشتغلوا ولهم كل التقدير. اكيد اكيد. بالنسبه لحاله المدارس وتهيئتها، تم دراسه او يمكن القاء الضوء على بعض المدارس يمكن اللي بحاجه لاعاده تاهيل المباني اللي فيها، سواء من حيث الحمامات او الصفوف، ونحن كمان يمكن حتى جايين على الشتويه، فاوقات بيكون بعض الاعطال بالمدرسه. تم مراجعه هذا الشيء بالمدارس او كيف؟ طبعا نحن بالصيف تبدا دائره الابنيه المدرسيه بإعادة تهيئة كثير من المدارس من خلال أحيانا خلال عام دراسي يصير عندنا حالة استهلاك للأبواب، للحمامات، للدهان أحيانا المدرسة. طبعا نحن كل سنة في عندنا خطة بتدخل فيها 30-35 مدرسة حالة طبيعية، وعندنا بعض المدارس بتدخل نسميها الحالات الطارئة اللي احنا تستوجب انه تكون مجهزة. أحيانا نشوف احنا حالات تخريب تجي بالحمامات يتم إصلاحها خلال العطلة الصيفية. طبعا هلا دائرة الأبنية المدرسية عم تشتغل بشكل يومي بإعادة تأهيل المدارس اللي بنسميها احنا تأهيل الطفيف، وفي عندنا التأهيل المتوسط، وطبعا في عندنا مدارس رح تدخل الخدمة من خلال إعادة الإعمار مثل مدرسة أسد بن فرات بالمخيم. إن شاء الله مع بداية العام الدراسي رح تكون مشمولة مع زملاء المدارس وتدخل الخدمة. استاذ سليمان، كمان يعني دائما الناس بتحب انه اولادها تتعلم لغات، فنحن بنعرف انه مثلا التعليم بالمدارس الحكوميه او المدارس العامه مو من سن مبكر بتدخل اللغه عند الاطفال، هل تم دراسه هذا الموضوع؟ وخصوصا انه شفنا مثلا بالخطه السابقه لوزاره التربيه دخلت اللغات الاجنبيه ان كان الفرنسيه والروسيه وغيرها من اللغات الاجنبيه اللي هي دخلت كمواد مساعده واضافيه للطلاب، فهل في دراسه انه نبلش دراسة اللغة الأجنبية على الأقل بسن مبكر؟ هلا نحن بالنسبة لتعلم اللغات هي حالة مجتمعية كاملة تتعاون فيها الأهل مع وزارة التربية مع الطالب مع المدرس ضمن القاعة الصفية. هلا نحن تعلم اللغات عم يبدأ من الروضة، بس هذا لا يكفي، لازم يواكبها نوع من متابعة الأهل للغات الطالب. يعني نحن أحيانا بنشوف الطالب ضمن القاعة الصفية عم يتعلم اللغة الإنجليزية، لكن عم يطلع برات القاعة الصفية أحيانا عم تتشوه معه اللغة من خلال أحيانا مجتمع الأهل، ممارسات الخاطئة، الاستماع الخاطئ. لذلك احنا عم نشوف نوع من عدم إتقان اللغة. إتقان اللغة هو مشترط فيه أنه يكون في متابعة عند الأهل عن طريق المعاهد عن طريق الأندية، يمكن الطالب أن يتعلم اللغات بشرط ما ينسى كمان لغة الأم. اكيد ما حنوصل لانه ننسى اللغه الام اليوم بهي الظروف مثل ما عم نشوف ونسمع، يمكن فيروس كورونا يلي كمان يمكن عم يرجع ينتشر اليوم بشكل كثير كبير، يعني هل تم الاخذ بعين الاعتبار اليوم اعداد الطلاب داخل الصف والتباعد يلي شفناه اول ما طلعت ازمه كورونا وهذا الفيروس يلي اخذت وقتها وزاره التربيه كل الاحتياطات لحتى نحافظ على صحه الطلاب والمدرسين؟ هلا ما زالت، خلينا نكون صريحين، هلا احيانا قد تكون موجة اي فيروس قد تكون هي اداة لكثير من الحالات العوانطة نسميها نحن، اني انا ابني ما يداوم بالمدرسة او ابني يكون كسول او ابني ما يحضر مذاكرات، مباشرة بنلاقي الاهل يعني بيحملوا راية انه ابني كان مصاب بالكورونا وهو يكون قبل بيوم موجود بال يعني بالحارة عم يلعب. فمعلش نحن نكون واضحين، الفيروس نحن تعاملنا معه خلال عدة سنوات، وبعتقد نحن كنا ناجحين بوزارة التربية بالتعامل مع هالحالة هي. طبعا هي نوع من حالة وعي مجتمعي كامل وليس نوع من قرارات ورقية. يعني أنا مثلا مو شرط أنه أنا ابني بعيد عن المدرسة مسافة بعيدة، لا، بإمكاني يسجل ابني بمدرسة قريبة من بيتي، انا خفف عن ابني نوع من حاله
مواصلات. ثم الازدحام من خلال المواصلات، من خلال الصف. انا كثير بنشوف احيانا بيسجل ابني بدرسه الفلانيه، نحن بننبه الاهل انه بهذا الصف اعداد الطلاب صارت كبيره، بينما انا ما عندي مشكله. لا، عندك مشكله، تمام. لازم يتعلم كمان ابني كمان حاله الوعي، انه مكان الاختلاط، مكان الازدحام قد يكون هو احد مسببات فيروس كورونا او حتى فيروسات اخرى. استاذ سليمان، من لما كنا نحن بالمدرسه كنا بنسمع عن عاده انه هي المدرسه مدرسه ممتازه فالكل بيركض لحتى يسجل فيها، او هي المدارس بدها واسطه ليفوت عليها الطالب لحتى من كثر ما هي معروفه ومشهوره وفيها نظام وفيها اساتذه. واكيد يمكن هي المشكله لساتها مستمره حد الان. يمكن بيجيكم كثير ناس بتسال انه ليش هالمدرسه عليها ضغط كثير كذا، كيف بتحاولوا تعملوا اعاده تقييم لحتى كمان يخف هذا الضغط على مكان معين ويمكن هو ما يكون بيستاهل كل هالضغط اللي عم بيصير عليه؟ هلا اول ابدا بجوابي مع نهايه سؤالك، انه قد يكون يعني هذه المدرسه، مع احترامي لكل مدارسنا وهي كلياتها عم تشتغل بوتيره واحده، قد لا تكون بهذه الاهليه مثل السمعه اللي اخذتها. هلا نحن في عندنا بدنا نقسم هي الحاله لقسمين، موروث ثقافي. يعني كثير انا بيجيني احيانا اولياء امور عندي على المكتب بدي اسجل ابنه مدرسه معينه، طب ليش؟ بيقول لي انا لاني انا درست فيها. صحيح، تمام. هلا هي اما حاله اعاده انتقام من المدرسه عن طريق ابني، واما اعاده استنساخ نجاحاتي مع ابني، وبالحالتين فهو خاطئ. كل مدرسه بتكون ناجحه بطلابها، يعني في احيانا بعض مدارس بيصدر منها طالبين او ثلاثه متفوقين لانه هن مجتهدين وهن متفوقين، مو سبب انه المدرسه يعني في جهد بيعمله المعلم، ولكن هو لا ينشر من الصفر، وخاصه بالمراحل الثانويه. احيانا لما بيجونا الاهل بيقولوا لنا انه انا في فلان طلع دخل مثلا مجموعه طبيه، مزبوط الولد شاطر بس ابنك بده شغل عليه كثير، وجوده مع شعبه مجتهدين تؤدي الى اما يتحول لطالب عدواني، واما يتحول الى طالب يعني مزعج للقاعه الصفيه، وبالنهايه رح يفشل ويفشل معه باقي زملائه. وحكينا تحت الهواء في عنا كثير عديد من المدارس بسبب الضغط والواسطات اللي مشان تجي عليها كانت بصعود وتحولت الى حاله هبوط. نعم، اكيد نتشكرك كثير استاذ على كل المعلومات اللي قدمتناها، ونتمنى يا رب يكون عام دراسي مليء بالنجاح من دون اي عقبات بالنسبه للاهل وبالنسبه للكادر التدريسي اللي له عليه حمل كثير كبير بكل عام دراسي. شكرا كثير لك. اهلا وسهلا فيكم. شكرا لك.